السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أتقدم لكم جزيل الشكر على ما تقدموا لي من كفالة لبنتي ريماس ياسين من جمعية جنسيو عن شهر 1 و2، وأتمنى من الله عز وجل أن يا ربي يهدي بالكم ويعطيكم الصحة، ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه الكفالة من جانسون عن شهر 1 و2 هي مثابة مساعدة طبية لابني. أحس أنه معاق، يعني بحتاج إلى مساعدة، يعني لسيارة يذهب فيها للمدرسة. وبشكر آخر إشي بشكر الجمعية على المساهمة اللي بتساهمها كتير في طلبات واحتياجات الأيتام. وآخر إشي شكر جزيل لجمعية سلام اللي داعمة لهذا البرنامج وداعمة للأيتام، وإن شاء الله تكون في كل هدف ميزان حسناتهم إن شاء الله. نشكركم جزيلا وأقول لكم بارك الله فيكم على هذه الكفالة التي ترسلها لأولادي، وأقول لكم قول رسولنا الكريم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ومن يكفل اليتيم بارك الله فيه ويرسم البسمة على شفاه الأيتام. ونشكر جمعية سلام على هذه الكفالة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جدة أم عبيدة محمد عبد العزيز الشتاوي، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. بشكركم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الكافل الكريم المحترم، وبارك الله فيك وجزاك الله في كل خير وبركة، واجعل هذه الأموال إن شاء الله في ميزان حسناتكم. أنا أشكر جمعية جانسيو التي تبعت لي كفالة في شهر 1 و2 في عام 2019. شكرا جانسو، شكرا تركي.